حزام الأمان، وهذا دليل على وعيك وثقافتك المرورية. لكن عندك مخالفة أخرى. شنو؟ إحنا نسألك لو تسألنا. لا أنا اللي جاي أشوف ما عندي مخالفة. أنت اللي تشوفه ما عندك مخالفة. بعد ما أعرف. نعم. سيدي، فيما يخص المخالفة، إحنا أغلب سائقي المركبات للأسف يقولون إحنا ما نعرف مخالفتنا. إحنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية وتطبيق القانون ومراعاة الحالة الإنسانية، وأكيد تعليمات السيد معالي وزير الداخلية واضحة بخصوص هذا الموضوع. ففيما يخص هذه المخالفة، شنو مخالفتك؟ قدم لا، إحنا نعم. أكو مشكلة بعض السواق. بعض السواق ينظر إنه من صعد بالسيارة أكو مخالفة واحدة. نعم. إحنا قانون بعض القوانين والأنظمة متكاملة، قانون متكامل. مثلا نعم. أنت لابس الأحزام لكن ما تهمل الطفاية، أنت مخلي الطفاية لكنه نعم. ما تهمل الستار. نعم. أنت مخلي الستار أو شايلها لكن ما تهمل إنه تستخدم الموبايل. صحيح. ما تستدير عكس السير، ما تمشي عكس السير. هي مو مخالفة واحدة. زين، هذا قانون متكامل. أنت هسه تقول ما عندي، لا عندك مخالفة وعندك ستار خلفية تحجب الرؤية. أنت شو تشوف؟ هذه المرآة مالتك، المراية مالتك الأمامية، شلون تشوف الخلف؟ إجازتك وسنويتك؟ بالصباح؟ إي يعني ما يحتاج سيدي هاي. ما يحتاج إي شيلها شيلها المراية بعد. لا ما نحتاج هذا، عشان شو خلوها بالسيارة؟ طبعا احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه، لكن مثل هذه المخالفات دائما ما ننبه عليها. سيدي اجراكم فيما يخص هذه المخالفه. والله لا، لازم نخاطب الشركات اللي تصنع السيارات هاي المرايات وشيلها، اللي يقول ما احتاجها. صحيح. زين؟ صحيح. فيما يخص مخالفته شنو الاجراء؟ مخالفته وضع ستار. نعم. زين؟ غرامه. تحجب الرؤيه له هو. نعم. ما راح يشوف الشخص اللي وراه. صحيح. هذه غرامه. نعم. غرامه وضع ستار. احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه، لكن كسائق مركبه المفروض تكون عندك درايه بالمخالفات على مود تتجنب المخالفه. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. تنزل لنا على مود تزيل المخالفه.